تتفاقم في سوريا، وهذه صورة من حلب تتكلم عن المشهد. الصورة في حلب على قوة أحد المخابز. فذاك الحرفيون يا سيادة الرئيس. لوهلي بيطلع الإنسان بظن هي الصورة من أحد الدول الفقيرة يعني. عسكر على مدنيين، على شيوخ، على نساء، على أطفال. وقف الذل أمام أفران الخبز اللي سوريا أيام الدولة الرومانية، روما احتلت سوريا عشان تكون سلة الغذاء للإمبراطورية الرومانية كلها. يعني كانت سهول حوران وخط عشرة مناطق الجزيرة السورية تمد وتغذي الدولة الرومانية بالقمح. جيوش الرومان ليش كانوا كتار ديك الأيام؟ بالملايين كانوا يتغذيون سوريا كسلة غذاء. أصبح الشعب السوري اللي بيعمره ما نصب خيمة للاجئ، إجا لعنا، لجأ لعنا الأخوة العراقيين، لجأ لعنا الأخوة اللبنانيين، ما نصبنا خيمة للاجئ، طول عمرنا نستقبل الناس ببيوتنا وبعيوننا. صفوا السوريين لاجئين وبلا كهرباء وبلا مي وطوابير وموابير ونظام منطوبسجي ومعارضة فايتة بالحيط، وخلوها لله. الله يساعد الشعب السوري المعتر المسكين المغلوب على أمره. شو بده يساوي الشعب السوري؟ ما بيطلع بيده شيء، ما خلى شيء، ما عمل مظاهرات وطلع وعمل وسوى، ما خلى شيء. بشار الأسد، من الأخبار الهامة لليوم والملفتة بالحقيقة زيارة خليفة وليد المعلم فيصل مقداد إلى طهران. هذا شيء أثار امتعاض روسيا وصار في نوع من الغضب يعني. وطبعا كل صفحات التواصل عم تنشرها والمواقع الاخباريه انه شو متروا على روسيا، على ايران وكذا. فاليوم التصريح الايراني كان واضح تماما، قال نحن اسمعوا من حبكجيه وموالاه ومعارضه مشان تكون تعرفوا شو اللي قادم من سوريا. ايران قال لن تنسحب من سوريا حتى يتم تحرير هضبه الجولان. يعني الجولان صار له محتل 54 سنه، بدنا نستنى نرد 54 سنة تانيات. هيك سياسة الأسد وسياسة إيران، إنه ميليشياتنا باقية بسوريا وقواتنا باقية بسوريا وما رح نرد لا على أمريكا ولا على روسيا ولا على إسرائيل ولا على حدا حتى نحرر الجولان. وبتعرفوا أنتوا قصة الجولان يا شعبنا العظيم، موالا ومعارضة، عيش يا كريش ينبت الحشيش. وقال تعهدت له للمقداد الحكومة الإيرانية بدعم الشعب السوري بالمواد الغذائية حتى يتم تحرير كامل الجولان. طبعا الإيرانيين كحكومة إيرانية ما عم بدير طعمي شعبها خبز. كلنا شايفين الوضع الاقتصادي المتردي اللي بإيران والوضع العصيب. هذا الشيء رسالة قاسية إلى روسيا. فهمتها روسيا بوضوح أنه هذا نظام طائفي، حلفاء طائفيين بينتمي لطائفة أو بينتمي لأديولوجيا مذهبية أكثر ما ينتمي لأديولوجيا وطنية أو قومية. وبالتالي الروس هلا في اتصالات مكثفه بينهم وبين القيادات العسكريه الروسيه بالداخل ليدرسوا الاوضاع تماما بانتظار بايدن. بايدن لانه بده يقلم اظافر روسيا بسوريا وايران. فبالتالي روسيا هلا بدها تفتح قناه جديده. ذكروا الكلام اللي عم لكم اياه مشان تكونوا تسمعوه بعد فتره. مثل ما قلت لكم من يومين على موضوع الملف الكيماوي تبع بشار اللي بده ينفتح اليوم، 7 دول اوروبيه على رأس ألمانيا والنرويج والسويد وعدد من الدول الأوروبية الفاعلة توجهوا إلى مجلس الأمن طبعاً في دعم أمريكي لفتح ملف بشار الكيماوي. يعني مين المجرمين المسؤولين عن الملف؟ ماهر وبشار وضباط الحرس الجمهوري تقدموا للمحاكمة للملاحقة الدولية من خلال مجلس الأمن وفقاً لتقرير جمعية أو مؤسسة أو لجنة تحقيق الكيماوي. لأن روسيا بزمان عرقلت، نحن لا ما نقدر نقول إن النظام عامل جرائم الكيماوي لنسوي تحقيق دولي. فسووا تحقيق دولي ولجنة فيها روس وفيها عرب وفيها أوروبيين وفيها أمريكان، أثبتوا بالدليل القاطع أن بشار هو المستخدم الكيماوي بسوريا وفي دلائل اتصالات وورطين جماعة بالجريمة بشكل واضح يعني. فمن هنا روسيا قد تلجأ بالنسبة لبايدن قد تلجأ إلى خيار القوة الناعمة، بمعنى أنه أدركت روسيا أنه هذا النظام لا يمكن يتغير نهجه السياسي، نظام فاسد، جماعة عائلاته وضباطه اللي بالساحل متوغلين بدم الشعب السوري، تجار مخدرات، تجار أعضاء، صارت فضيحتهم بجلاجل، عم يمسكوا شحنات مخدرات، عم يمسكوا شحنات فساد. وبالتالي النفس الطائفي والمذهبي مسيطر على عقلية هذا النظام.
وشعرت روسيا هون بالخطر حقيقة، وعملت اليوم قاعدة أو مركز كبير لقلب البوكمال لمواجهة المد الإيراني. أنا ما أحب أقول الشيعي لأنه في من الناس من أخوة الشيعة محترمين ما مقدر نعمم عليهم، وفي سيئين مثل ما في عند السنة محترمين وسيئين، وعند علوية في محترمين وسيئين وعربا وكردا وهكذا. فنحن نحكي عن الأنظمة يعني السياسية. فروسيا أدركت اليوم وفق اتصالاتنا مع دبلوماسيين وإعلاميين وصحفيين مقربين جدا من مركز القرار الروسي، روسيا غاضبة من الأسد، رح يصير في مطالبة للديون، وبالتالي ممكن يحصل عملية ما بدنا نقول تصفية، تسوية عفوا، تصفية لرأس النظام وجماعته بسحب البساط من تحت أرجل إيران. طبعا لا شك الغارات الإسرائيلية ستتصاعد عموديا وأفقيا بسوريا ضد إيران وقوات النظام، ولن يطلقوا بطلقة واحدة إلى باتجاه إسرائيل. الإيرانيين جايين على سوريا مو مشان يحرروكم الجولان يا غوالي، الإيرانيين جايين مشان يحققوا مكاسبهم ويضغطوا على المجتمع الدولي بخصوص الملف النووي، ويضغطوا على دول الخليج وعلى تركيا. واليوم العلاقات بين تركيا وبين إيران عم توصل لطريق مسدود. أردوغان ببيتين شعر استفز القيادة الإيرانية، القيادة الإيرانية عم تشتم أردوغان، تحولت من الرئيس الإيراني إلى رئيس الوزراء إلى نواب البرلمان. الآن اليوم بين تركيا وبين روسيا، نحن كنا مستغربين كسوريين أنه شون تركيا اللي عم يعتبرينا نحن وبيوم من الأيام صديقة للشعب السوري أو الثورة السورية. طبعاً من 3 سنوات أنا عم بقولكم هالكلام، ما كنتوا تسمعوا نصيحتي. تركيا أيضاً تبحث عن مصالحها، عليك هي علاقاتها هي وإيران ممتازة. اليوم نبلشوا يختلفوا على موضوع الأزري والقوميات اللي بشمال شرق إيران وشمال غرب إيران. الذي سيحدث حسب توقعاتي يعني أو قراءتي السياسية المتواضعة بأن التصعيد الإسرائيلي سيزداد، وتولد قناعة الآن لدى الروس ولدى الأمريكان أصلاً موجودة وبالبيت الأمريكي الجديد أو الإدارة الأمريكية، أن نظام الأسد لا يمكن أن يغادر السلطة لا بضغط دبلوماسي ولا بضغط سياسي ولا بضغط اقتصادي. هذا النظام لا يمكن خلعه إلا بالعمل العسكري. هاي القناعة يبدو بدأت تترسخ لدى الروس اللي كانوا عم يراهنوا على إطارة عمر النظام، لما أدركوا أنه هذا النظام يميل إلى إيران أكثر ما يميل إلى روسيا. يعني روسيا بأي وقت مثل ما قال خالد العبود أبو مربعات، هذا اللي حطوا لي نائب البرلمان المنطب بلجي تبع الأسد، أنه نحن بنعمل روسيا ونطردهم من سوريا بأي وقت كذا، استنادا إلى ميليشيات إيرانية وميليشيات النظام. فهي رسائل كلها روسيا بتسجلها وبتصقها، وبتعرف ما بيد فيه خالد عبود يطلع يتنفس اللي طلع من كم شهر إلا بموافقة المخابرات السورية. فيبدو اليوم في دراسة جديدة للملف السوري جادة بروسيا حول موضوع التغيير الحقيقي، وأدركوا أنه هذا النظام يلعب على كل الحبال، لكنه يراهن على النفس والمزق والارتباطات المذهبية والطائفية أكثر من الارتباطات السياسية والجيوسياسية والقومية وإلى آخره، والارتباطات بين الحكومات كحكومة روسية وحكومة غير شرعية بسوريا هي حكومة الأسد. فبالتالي نتوقع بما أنه الأسد اليوم ما عم ينام بالبيت، بشار الأسد بالمناسبة ليش لجأ لإيران بدون روسيا؟ لأنه مدرك أن روسيا ما بتقدر تحميه مستقبلا إذا غادر السلطة، فما بيصفه له ملاذ أخير إلا إيران. فبالتالي مضطر أنه يمتن حكمه بالنظام الإيراني، وبالتالي إن حصل نوع من العمل العسكري أو الضغط الهائل الأمريكي ماله، إذا ما مات، إذا ما تم تصفيته، ماله ملجأ غير إلا لإيران. من هذا المنطلق توجه مقداد إلى إيران. لا نعرف أنه إيران هي اللي عينت المقداد، وحكينا بهذا الموضوع من فترة، كان بشار مرشح أسماء أخرى لكن إيران فرضت اسم المقداد، وروسيا كان ما عندها مانع مشكلة بهذا الموضوع. الآن الموقف الروسي سيتغير تجاه الأسد، إيه ما تشعروا بهذا التغير مطلع العام القادم بعد أن يستلم بايدن، وتبدأ التصريحات المعادية للسياسة الروسية بسوريا. وبالتالي روسيا دائما بتستخدم سياسة الالتفاف باللحظة الأخيرة أو الوقوف على حافة الهاوية مثل السياسة الإيرانية. فبالتالي لما بيلاقوا أنه في جدية فعلية من الأمريكان بإزاحة الأسد، وهلا رح لكم الأمريكان شو محضرين، روسيا ستفكر فعلا بتصفية هذا النظام، لأنه الإيرانيين ما رح يطلعوا من سوريا، ستعارض مصالحهم مصالح الروس. لا تسمعوا التوافقات اللي تسمعوا بين إيران وبين روسيا على العلن، هي مجرد مصالح، لكن بالنسبة لسوريا، سوريا هي الأهم لروسيا، وإيران متذبذبة، إذا أمريكا شوي بتعملها تعالي بتركض لعند أمريكا. مصير الأسد ربط نفسه اليوم بشكل كامل بالملف الإيراني وبالحكومة الإيرانية. اليوم كل شيء عم يصير لمصلحة السوريين، التصعيد التركي الإيراني لمصلحة السوريين، حتى لمصلحة كرد سورية وعربون.
التصعيد الروسي والامتعاض الروسي من سياسة الأسد تجاه إيران لمصلحة السوريين. الحمد لله رب العالمين، وصول بايدن وفريقه إلى البيت الأبيض وسدة الحكم في أمريكا في واشنطن أيضا لمصلحة السوريين. ما بدي أرجع أذكركم الرئيس بايدن، نائبة الرئيس، رئيس الخزانة الأمريكية، رئيس CIA، وزير الدفاع، هدول كلهم من الصقور اللي معادين لنظام الأسد واللي أوصوا بتصفية نظام الأسد وممارسة عمل عسكري ضده، لأنهم أدركوا وبيعرفوا أنه هذا النظام مستعد يموت الشعب السوري كله بالكامل. يعني نحن هلأ في عنا مثلاً 14-15 مليون مهجر بسوريا، ومليون ونص بين مختفي، ومليونين بين مختفي وبين معتقل وبين شهيد، صاروا 16 مليون، وأربع خمسة ملايين بمناطق شرق الفرات صاروا 20 مليون. يعني الأسد عم يلعب بس بجرد 3-4 ملايين بمناطقه بس اللي بين الساحل وبين دمشق، 5 ملايين هدول هن اللي عم يلعب فيهم، لا بيقدروا يعطوا شرعية وخاطفوا المستعد هدول 5 ملايين يموتوا من الجوع. قد يكون منظر يعني ما صورة تتكلم أخي، يعني احنا ما عم نجيب شيء من عندنا، صورة تتكلم، ما في حلول، ما في بترول، وإيران قال عم تتعهد بمساعدة الأسد. إيران ما عم تقدر تساعد حالها، ميتين من جوعهم الشعب الإيراني من وراء هذا النظام الدموي الطائفي. فمين بده يساعد الأسد؟ منين بده يجيكم يعني عملوا حسابكم يا جماعة النظام، طوابيركم ستزداد، الأفران رح تتعثر أكثر، جايكم أيام صعبة. يعني شو الحل أساسا؟ الله يعينكم، ما بدكم غير الله يعينكم اللي قاعدين مخطوفين بمناطق النظام، سواء بالساحل ولا بالشام ولا بمناطق الجنوب. ينتظركم أيام صعبة كثيرة والله، فيها عمل عسكري وفيها ضربات وفيها فقر وفيها جوع، وهذا النظام لن يتم يعني تغييره. أمريكا ناوية على تغيير هذا النظام وفق المعطيات السياسية، لكن هنا بتعرفوا بماطلوا إنه مخلي العمل العسكري لآخر كذا، مدركين تماماً حتى هنا روسيا، واحتمال حتى أمريكا ما تتدخل عسكرياً، تدفش الروس عليه يعني مقابل تسوية معينة، إنه طيروا بشار ونرجع من منطري معاكم ببعض الأماكن كعلاقات أمريكية أوروبية روسية. فأنا أتوقع إنه الروس هن اللي أقرب إنه ينهوا للنظام السوري من واشنطن. إنما واشنطن لديها الرغبة، يعني أن السياسيين الأمريكان تحدثوا لعدة مناسبات بأننا سنمارس كل الضغوط على نظام الأسد، وهذا القانون المشروع الجديد اللي من 20-30 صفحة بنص على عدم تأهيل النظام وعدم قبوله دوليا وعربيا وإقليميا، لا يمكن يعني معت عمليا نظام الأسد بنتهي. مشان بعض الناس اللي بيظنوا أنه ممكن أمريكا تغير موقفها، لا يمكن هذا يصبح قانون بأمريكا. بالإضافة أنه المسؤولين الأمريكان اللي هنا بفريق بايدن متخذين القرار بإزاحة النظام السوري بنهاية المطاف، بعد سنة، بعد ست أشهر، بعد سنة ونص، بعد سنتين، الله أعلم، هذا بعلم الغيب، بعلم رب العالمين. لكن النظام السوري لا يمكن إعادة تأهيله، لا يمكن التفاهم معه، لم يسمح له بالتقسيم، يعمل كانتون ساحلي ومناطق دمشق المفيدة بالامتداد مع جماعة حزب الله، والخط اللي واصل بالبوكمال لإيران لا يمكن، سيتحرك الملف الكردي بكردستان العراق لقطع الطريق، سيتم تحريك الملف التركي، قد تكون هاي منجات لتركيا، لأنه سياسة بايدن ضد تركيا راح تكون حادة، لكن هذا الخلاف اللي عم يحصل بين إيران وبتركيا قد يكون لصالح السوريين، وبالتالي مخرج لأردوغان للتقارب أكثر باتجاه أوروبا وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحجيم الدور الإيراني بالمنطقة. طبعا الملف السوري متشابك كتير، فايت ببعضه، روسيا من قرنه، تركيا من قرنه، ميليشيات طائفيه من قرنه، الكرد من قرنه، العرب من قرنه، جماعه النظام من قرنه، والى اخره، كل واحد له جهات تدعمه من الخارج. لكن بالمجمل العاقل بيقدر يتبين له، نعم معاناه طويله، طولت المعاناه بسوريا 10 سنوات، وقد تستمر لسنه او سنتين او ثلاثه، الله اعلم، لانه هذا الشيء مو بايد السوريين مساكين، بايد ناس كبار عم تلعب. لكن كل التقاطعات وكل المؤشرات السياسية، سواء اللي جاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو اللي جاية من أوروبا، اليوم أوروبا 7 دول من أقوى الدول يتوجهون إلى مجلس الأمن لإدانة النظام الكيماوي، وبالتالي أمريكا رح تفتح ملف الكيماوي. ملف الكيماوي يعني عمل عسكري ضد النظام السوري، لأنه النظام السوري ما بيمتثل لأي قرارات دولية. وروسيا هون بموقفها بعد التصعيد اللي حصل مع إيران بدها تعد للعشرة وتفكر مرارا وتكرارا. فنظام الأسد بإرساله للمقداد إلى إيران وإلى طهران، أعتقد كتب شهادة وفاته النهائية يعني، أو المكان اللي بده يلجأ له في حيث حصل عمل عسكري أو ضغط من نوع ما كبير سيؤدي إلى رحيل الأسد بنهاية المطاف. بالنسبة للمواطنين السوريين اللي عايشين تحت مظلة النظام، منهم موالين أو منهم معارضين أو منهم رماديين ساكتين ما عم يسرجوا يحكوا،
أقول لكم إخواني الكرام السوريين، بضلوا أنتم سوريين بلاد بلدنا لو اختلفنا سياسيا، لا يراهن على بقاء بشار الأسد إلا كل أحمق وكل مجنون وكل مجرم. يعني هلأ مين عم يدافع عن النظام ويعيده؟ المجرمين اللي متورطين بالقتل معه، شي بالقتل الناس بالمعتقلات، شي عوانية اللي بيكتبوا تقارير بالعالم، شي عم يستفادوا من تجارة أعضاء البشرية، شي صاروا فاسدين بتهريب البشر والمخدرات، شيء بأعضاء البشرية مثل ما حكينا، شيء بالفساد الحاصل على المعتقلين، وبطالع لي هذا المعتقل بتقبض مصاري، فساد السلطة يعني، الامتصاص آخر ما تبقى بجيوب المواطنين. هدول الناس، هي الفئة من الناس اللي عم تدافع عن نظام الأسد، اللي بيطلعوا كذا 100,000 إنسان المنتفعين المرتشين والوسخين والجلادين اللي مع الأسد والعوائلية، وما تبقى شعب مطالع بيده شيء يحصر عليهم. هذا وضعه. شوفوا الحزن، أنتم الصورة تتكلم يعني، شوفوا الحزن البادي على وجوه الناس وصورة الزل. يعني هاي الأنظمة الخنفشارية اللي أكل عليها الزمن، راح تشاوشيسكو، راح هتلر، وراح ستالين، وهذا رساتهم العكروت باقي بنفس العقلية وبنفس الذهنية، حاكم الناس بالنار وبالحديد. طبعا بتطلعنا بشرى الأسد من فترة بتعمل فيديو إنه هي الأم الحنونة اللي عم تستقبل الأمهات وتستقبل الحناين الحنونة، وتتكلم عن الصمود وعن التصدي، وعايشة بقصر ما بعايشين فيه من أيام As a retired weatherman, I like things I can predict. That's why I chose an AARP Medicare. قصص ألف ليلة وليلة. كل هذه المؤشرات تؤدي إنه هذا النظام مستعد يراهن ويقتل الشعب السوري بالكامل ومن منطلق مؤامرة. أنا عندي سؤال صغير لبشار الأسد اللي هو عم يتابع البث البشري المباشر تبعنا بشكل دائم، هو وجماعة الأسر بيتابعوا بشكل حثيث يعني، لأنه بيعرفوا أنه هذا المنبر بيجيب تسريبات دولية وإقليمية حتى النظام أحيانا ما بيقدر يتوصل لها، كوننا نحن صحفيين مستقلين ولنا علاقات الحمد لله. فأنا بدي أسألك سؤال يا بشار الأسد، أنت والموالين، أنت ليش باقي بالسلطة لهلأ؟ شو الزريعة تبعك اللي عم تخليك باقي بالسلطة؟ يعني أنا إذا بكون موالي أو معارض بقعد أنا وياك كصحفي بقول لك أنت ليش باقي بالسلطة؟ بتقول الشعب اختارني، أنت كزار 14 مليون بني آدم هربانين منك من سوريا، فالشعب ما له مختارك. بتقول مشان ما تتقسم سوريا، سوريا تقسمت وانت موجود، سوريا تقسمت بمعيتك وبغبائك السياسي، صارت جمهورية أمريكية روسية إيرانية حزب اللاتية داعشية تركية بلا بلا إلى آخره. أنا موجود مشان إسرائيل ما تحتلنا، ما إسرائيل كلهم عم تعمل لك غارة بتدعس عليك. أنا موجود مشان ما تخرب بلد، ما حدا خرب سوريا قدك، وما حدا دمر الجيش قدك، وما حدا دمر الاقتصاد قدك. أنا موجود بسوريا مشان أحمي طائفتي، إذا تحكي بمنطلق طائفي، ما حدا قتل من الطائفة العلوية ومن جنود ومن المقاتلين بمعارك مشان حماية كرسيك قدك. إسرائيل بقوتها العسكرية وأمريكا وراها ما فيها تقتل 200-250 ألف من الجنود من الطائفة العلوية ومن أبناء الساحل اللي حكت عليهم وغرق فيهم. فأنت ليش باقي بالسلطة؟ بدي جواب مقنع. أنا من حبك جيه أو الموالاة، ليش عم تأيدوا بشار الأسد؟ من شو خايفين؟ شو المبرر لبقائه بالسلطة؟ حماية سوريا من مين؟ من الارهاب؟ ما الارهاب عم يعصف بسوريا طولا وعرضا، معناتها انت فشلت. الله معك. لا انا موجود مشان عفوا امنع التقسيم، امريكا ما راح تطلع، مستحيل شرق الفرات تحصل عليه، ولا حتنسحب تركيا من عفرين ولا من راس العين ولا من طرق اجد، ممكن تتوسع اكثر طالما ما تنفذ قرار 22-54 فتقسمت سوريا، والمناطق اللي انت مسيطر عليها عمليا ثلاث ارباع نصها محتله لايران ونصها محتله لروسيا. بعت الموانئ، بعت المتاجر، بعت الاقتصاد، بعت الاتصالات، بعت حقوق التنقيب على النفط، حقوق تنقيب على النفط بالشرق المتوسط، ما خلت شيء بسوريا. فأنت ليش موجود بالسلطة؟ أنت موجود تدمر سوريا. صحيح. أنا موجود مشان أحمي البلد من المؤامرة والمتآمرين. ما في مؤامرة أحيكت على سوريا إلا بوجودك بوجودي. يعني إذا أنت تركت السلطة شو ممكن يصير بسوريا أكثر ما صار؟ صحيح. لنفرض انت مالك موجود بسوريا، مغادر السلطه من 5 سنين، هذا للموالين عم بحكي، متعهدين الالتزام بيقدروا يطلعوا منه. لو بشار غادر بال 2011 2012 على الاخير عن سلم الجيش، فضلوا عنه انتخابات مثل مصر، بيعملوا لكم شيء لواء، شيء ضابط، شيء كذا، فتره انتقاليه وكذا، تفاهموا. كان وصل الدولار تبعنا ل 3000. لو غادر السلطه بال 2011 2012 كان تم احتلال سوريا من روسيا ومن ايران ومن حزب اللات ومن فاطميون وزينبيون، وشفنا القاعده والنصره والاحتلال التركي. يلا بخاطرك. لو غادر بشار السلطة كنا شفنا شرق الفرات بمكان وشمال بمكان. ما في ديكتاتور بيغادر. لو غادر بشار السلطة ب 2011 هذا بيغيروا الضيعة تبعهم. ضيعة ما بيغيروها. لو رئيس كون غادر وسلم وزير الدفاع أو رئيس الأركان وقالوا نعملوا انتخابات مثل دول العالم، ممكن كان الشعب يرجع ينتخبه مرة ثانية. يلا بخاطرك. بلا وصار في فوضى وعدم استقرار. لو غادر
خاطرك خلص سمعته اللي كنت تسمعه عليكم بقى تحلله، ممكن محتاجين حدا يحللكم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا وألف شكر.